السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. أكدت مصادر متطابقة أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررت بشكل شبه رسمي إقالة وحيد خليلوزيتش من تدريب المنتخب المغربي، وأن الإعلان عن ذلك سيكون قبل المونديال رسميا. ولم تستبعد ذات المصادر أن آخر مباراة لوحيد على رأس الإدارة التقنية للمنتخب المغربي ستكون أمام المنتخب الليبري الاثنين المقبل. وزادت مباراة جنوب إفريقيا المغاربة اقتناعا أن مدرب المنتخب المغربي وصل خط النهاية وأن دورته الزمنية قد انتهت، وسيكون لاعبا بالنار الإبقاء عليه لغاية كأس العالم. المصادر ذاتها أكدت أن التوجه العام للجامعة هو تعيين مدرب مغربي لخلافة وحيد على رأس الإدارة الفنية للأسور. حددت لجنة المسابقات التابعة لرابطة المحترفين بالدوري المغربي موعد إجراء درب الرجاء والوداد ضمن الجولة 25 من المسابقة، وتقرر أن يجرى الديربي يوم الخميس المقبل بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء دون جمهور بسبب العقوبة التي أصدرتها اللجنة التأديبية في حق الرجاء بخوض مبارتين دون جمهور بسبب أحداث الشغب التي عرفتها مباراة سريع واتزان. ويحتل الوداد صدارة الدوري المغربي ب 53 نقطة، بينما يحل الرجاء ثانيا ب 49 نقطة، وذلك قبل 6 جولات على نهاية المسابقة. كشف عزيز البدراوي المرشح لرئاسة فريق الرجاء الرياضي بأن العجز المالي الذي يعاني منه الرجاء الرياضي يبلغ حوالي 6 ملايير سنتيم ونصف. في سياق آخر، قال البدراوي خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمركب الوزيس إن فكرة ترأس الفريق الأخضر جاءت باقتراح من بعض أصدقائه الرجويين، مضيفا أنه تردد في البداية لكن بعد تفكير عميق قرر خوض هذه التجربة بهدف إعادة النادي للواجهة محليا وقاريا. في سياق متصل، أكد المرشح لرئاسة النادي الأخضر أن فريق الرجاء سينافس الآن على لقبين، معربا عن دعمه للاعبين بقوة من أجل إنهاء الموسم بشكل جيد، فيما أوضح أن مداخيل النادي لا تعكس اسمه وأن اسم الرجاء الرياضي لا يسوق بشكل جيد، مشيرا إلى أنه سيعمل على تطوير هذا الجانب لمضاعفة العائدات المالية للنادي. إلى اللقاء.